مقرصن يكسر حماية بلاي ستيشن 5 وهجوم العمالقة داخل لعبة كول أوف ديوتي فانغارد ولعبة مثل جير الجزء الثاني والثالث انحذفوا من المتجر الرقمي. كل هذه الأخبار راح تشوفونها وأكثر، خلوكم معنا. احتفال لاعبين بلاي ستيشن بدأ وينتهي يوم 18 من نوفمبر. الاحتفال هو عبارة عن ثلاث مراحل، كل مرحلة فيها تحدي يوصلها للاعبين ويربحون جوائز قيمة، والكل مرحلة لها جوائز خاصة فيها، وفيه الجائزة الكبرى لكل دولة. الجوائز الكبرى من ضمنها بلاي ستيشن 5، سماعات بلس 3D، وخواتم الملك الموضحة في الصورة اللي قدامكم. تابعوا حساب بلاي ستيشن السعودية على تويتر، وكل المعلومات اللي تحتاجونها للتسجيل راح تلقونها في الرابط تحت في الديسكريبشن. جهاز نينتندو سويتش اولد الجديد ينباع بالقرعة مرة ثانية في اليابان. جهاز نينتندو سويتش اولد صدر بالفعل في الأسواق، وهو إصدار محسن من الجهاز ويتضمن فقط شاشة اولد وفي مساحة داخلية أكبر وإمكانية توصيل السلكي بالشبكة مع قاعدة الجهاز. ومثل ما هو متوقع فالجهاز يحظى بطلب قوي جدا من يوم صدوره ويعاني من نفاذه المتكرر من الأسواق. الأمر أيضا ينطبق على السوق الياباني يمكن درجة أكبر من بقية الأسواق. المحلل ديفيد جيبسون أكد على تويتر ان سويتش اولد ينباع في اليابان عن طريق القرعه من متجر نينتندو في طوكيو. الغريب ان جهاز العاب في العام الخامس من حياته للحين ينباع عن طريق القرعه، ويذكر نينتندو خفضت توقعات التجاريه للجهاز من 25.5 الى 24 مليون وحده للعام المالي عشان كان في مشاكل تصنيع ناجمه عن ازمه الرقاقات وشح المكونات، لكن اللي واضح ان الموضوع صار اكبر من كذا. اكس بوكس وغوتشي يعملان على مشروع مشترك بينهم. شاهدنا حذاء الاكس بوكس بالتعاون مع اديداس، لكن هل حان الوقت ان نحصل على حقيبه الاكس بوكس بالتعاون مع غوتشي؟ حسابات الاكس بوكس وغوتشي الرسميه بتويتر بدات بالتشويق لاعلان قادم بين الطرفين. يمكن نحصل على نسخه خاصه من جهاز الاكس بوكس سيريس اكس بتصميم من غوتشي. الايام القادمه راح تكون معها الاجابه. كونامي شالت النسخ الرقميه من لعبه مثل جير سوليد الجزء الثاني والثالث من كل المتاجر، خلاص بح. كونامي وقفت بيع العاب مثل جير سوليد 2 و 3 بكافه المتاجر الرقميه. السبب خلف هذا بسبب ترخيص بعض المشاهد التاريخيه داخل الالعاب واللي انتهت فتره استخدامها. الشركه اصدرت بيان بموقعها الرسمي الاعلان عن الخبر، وايضا تاكيد انها بتعمل جاهدا لاعاده الالعاب باسرع وقت ممكن. مقرصن انظمه حمايه بلاي ستيشن اندي نجوين يكسر حمايه جهاز بلاي ستيشن 5. قبل ما جهاز بلاي ستيشن 5 يحتفل انه مر عليه عام على صدوره بالاسواق، اعلن مقرصن انظمه حمايه بلاي ستيشن اندي نجوين واللي اشتهر كثير بكسر انظمه حمايه جهاز الفيتا بلاي ستيشن 4، ومن قبل ما انه يتمكن من كسر حمايه جهاز بلاي ستيشن 5 وبفتره اكثر من اللي احتاجها عشان يكسر حمايه جهاز بلاي ستيشن 4 من قبل. طب وش يعني هذا؟ أكيد يعني هذا أن إمكانية قرصنة ألعاب بلاي ستيشن 5 في المستقبل القريب، وإمكانية تحميل محاكيات وغيرها من الخصائص اللي تجي مع كسر نظام الحماية في الأجهزة. الآن سوني راح تبدأ بمحاربة هذا عبر التحديثات. أندي بدورة أكد أنه ما ينوي مشاركة أي شخص طريقة كسر حماية النظام، ويمكن هذه تكون رسالة سوني عشان أنها تتواصل معاه. هذا الخبر لعشاق الأنمي. لعبة كول أوف ديوتي فانغارد احتمال كبير يكون تعاون بينها وبين الأنمي المشهور الهجوم العمالقة وأتاك أون تايتن قريبا. المستخدم نانيكوس على تويتر والمعروف بتنقيبه عن البيانات في ألعاب كول أوف ديوتي أشار أنه وجد عبارة AOT_Titan وهي أتاك أون تايتن، واللي تشير إلى أن أحد الأوبريتورز أو الشخصيات القابلة للعب في بيانات كول أوف ديوتي فانغارد. وفي مراقب ثاني ايضا اسمه زيستي قام ايضا بالاشاره الى ان هناك وصفا في بيانات اللعبه بان في سلاح يدوي نوع من انواع السيوف، وجميع هذه الامور تشير الى ان حصول كول اوف ديوتي فانغارد على تعاون خاص مع عنوان اتاك اون تايتن. ما في اي تفاصيل رسميه بخصوص هذا التعاون، وهذا النوع في الوقت الحالي على الانتظار تصريح رسمي بهذا الخصوص. اشاعه فريق فاير سبرايت يعمل على لعبة هورايزن في ار على جهاز بلاي ستيشن 5. فريق التطوير فاير سبرايت المملوك من قبل سوني يعمل الان على مشروع لعبة لخوضة الواقع الافتراضي القادمة من سوني البلاي ستيشن في ار. وحسب مسرب الاخبار شيفيل نيك فالفريق يعمل على لعبة واقع افتراضي بعالم سلسلة العاب هورايزن.
هو ما يدري إذا كانت اللعبة بتكون كاملة بعالم هورايزن على غرار لعبة هاف لايف أليكس، أو تجربة جانبية فقط تعتمد على الواقع الافتراضي مثل لعبة باتمان. نينتندو قالت إن جهاز النينتندو سويتش ما زال في منتصف حياته، والخليفة القادمة منه لسه بدري عليها. نينتندو حالا ما نبغى جهاز نينتندو سويتش جديد، نبغى نينتندو سويتش النسخة الأفضل البرو. مع أن جهاز نينتندو سويتش يعيش الآن عامه الخامس بالأسواق، لكن ما في أمل الظاهر أن نينتندو مستعجلة لإصدار خليفته في أي وقت قريب. خلال لقاء المستثمرين مع رئيس شركة نينتندو شونتارو فوروكاوا، قال أن جهاز السويتش ما زال بمنتصف عمره. الشركة راح تشارك بمعلومات حول خليفته بالأسواق، لكن الجهاز الجديد ما زال بمرحلة التخطيط المبكر وما في أي تحديث له حالياً. نينتندو تنوي دعم السويتش لأطول فترة ممكنة وإطلاق نسخة شاشة أوليد لضمان المزيد من النجاح والتوسع للجهاز خلال عام السادس. تيك تو تخطط لإصدار أكثر من 60 لعبة قبل أبريل عام 2024. مع كشف عن نتائجها للربع المالي الماضي، تيك تو كشفت أن خططها لإصدار الكثير من الألعاب في النافذة الزمنية المنتهية في السنة المالية من 2023 إلى 2024، واللي بتنتهي بنهاية مارس من العام 2024، بحيث أن الشركة تخطط لإصدار 62 لعبة إجمالاً خلال هذه الفترة. 23 من عدد الإجمالي راح تكون إصدارات مخصصة للحاسب الشخصي والأجهزة المنزلية، وتم الإعلان عن 5 من هذه الألعاب، وهي NBA 2K22 و WWE 2K22، بالإضافة إلى Tiny Tina's Wonderland، Marvel's Midnight Suns، وأخيراً Kerbal Space Program. أيضاً 9 من عدد الإجمالي الإصدارات راح تكون إعادة إصدار أو ريماستر أو ريميك لألعاب سابقة، وتم الإعلان عن 4 من هذه الألعاب، وهي تجميعة Grand Theft Auto Trilogy ونسخة الجيل الحالي من Grand Theft Auto 5 وإصدار Grand Theft Auto Online المنفصل، بالإضافة إلى ريماستر Kerbal Space Program. إذا في الفترة المقبلة راح تكون حافلة بالإصدارات من تيك تو، ونأمل أن تكون ألعاب مثل بايوشوك الجديدة أحد إصدارات الـ 62 اللي بنحصل عليها. إلدن رينج راح تدعم تتبع الأشعة أو الري تريسينج فيها، وأيضا كشفوا عن تفاصيل الأداء في اللعبة. لا شك أن الجماهير الألعاب تنتظر على أحرمن جمر لعبة الأكشن والفانتازيا المظلمة إلدن رينج من فريق التطوير المحبوب فروم سوفتوير ومن نشر بانداي نامكو. وحصلنا على تفاصيل الأداء لجميع نسخ اللعبة على بلاي ستيشن، الإكس بوكس والحاسب الشخصي مثل ما تشوفون قدامكم على الشاشة. طور الأداء راح يعمل بسرعة 60 إطار ودقة العرض ديناميكية، وراح تحصل نسخ الحاسب الشخصي والبلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريس إكس على تحديث لدعم تقنية تتبع الأشعة أو الري تريسينج. لعبة مونستر هانتر رايز راح تحصل على تعاون ما بينها وبين شخصية سونيك ذا هيدجهوغ. ضمن احتفالية مرور 30 عام على قنفذ سيجا السريع سونيك، أعلنت شركة سيجا أنها راح تتعاون مع كابكوم عشان تجلب شخصية سونيك للعبة مونستر هانتر رايز لمنصة نينتندو سويتش والحاسب الشخصي. هذا التعاون راح يصدر بشهر نوفمبر الحالي، وبنحصل على مزيد معلومات عنه بوقت لاحق. وهذه كانت أهم الأخبار، يعطيكم العافية. كان معك فتشيحة، وشوفوا ثاني في فيديو ثاني على قناة ترو جيمينج. مع السلامة.